وبعدين يا عم إيرون، أنا محتاج نصيحة. بخصوص إيه بالظبط؟ كل حاجة. أنت فاضي؟ هحاول أنجز اللي ورايا، هتصل بيك كمان شوية. شكراً، هكلمك بعدين. معرفش مكان فين أو حتى نيو فورم. هضيع وقت لحد ما عمي إيرون يفضى. لازم أروح البيت قبل ما الماتش يبتدي. اهربوا! ازيكم يا أصحابي؟ واضح ان السيد جيمسون سمع ان انا واللي قاله منتج برنامجه بلسانه مهووسه بسبايدر مان، ودلوقتي عايزني اعمل مناظره معاه. جيمسون مناظر متمرس وصحفي ناجح، فحتى لو انا على حق ده مش معناه اني اقدر افوز. احيانا الحقيقه ما بتبقاش مهمه، المهم انك تكون صاحب الصوت الاعلى وتكون الشخص اللي بيتكلم اكتر. لكن تعرفوا المناظره دي هتحصل، ضميري هيأنبني لو ما حاولتش، وكمان ممكن كلنا نتعلم حاجه. في الاسبوع اللي جاي هنشوف نسخه منقحه من المناقشه بينه وبين جي جي جي، والنسخه الكامله على المدونه. لحد ما ده يحصل استخدموا فلتر للاضاءه الزرقاء لو الشاشات بتصدعكم. سلام. تحدي التخفي، يلا بينا. ربط الأشرار من مكان عالي فكرة حلوة، بفكر. اللعبة هتخلص لو شافوني، لازم أفضل مستخبي. الدورية بدأت. طريق السلامة أنت كمان. بحب التخفي جدا، كأني بلعب استغماية، ممتع جدا. وقت النوم يا صديقي. يا ريت الموضوع دايما سهل. حالة انذار.
العلامة. هدور. مايلز انت رهيب. دلوقتي انت مش محتاج غير وسام شرف. استخدم قنابل النينجا. محدش هيكتشف وجودك. استمتع بالتخفي. اساليب النينجا حلو قوي. يا ابن اخويا قابلني عند المينا في هيلز كيتشن. هنتقابل. هعمل ايه مع فين؟ احاول اكلمها تاني. ممكن اقابلها في اي حته، مركز العلوم او كنيسه ترينيتي. لا هي عارفه اني كذبت عليها دلوقتي، هي مش عايزه تشوفني. المجتمع السري بيبوظ رصة الإعلانات. حددت لك مكانها. هو ده فعلاً؟ ازيكم يا أصحابي وصحباتي؟ وكأن نيويورك ما فيهاش إثارة كفاية في الأعياد، فبقى عندنا دلوقتي عاصفة استوائية أشبه بإعصار ناحية الساحل. أيوه زي الأفلام بالظبط، لما المراكب بتتقلب بسبب موجة ضخمة. عارفين؟ آسفة، تحرقت الأحداث. عامة لو العاصفة دي فعلا جت، كتير من الناس هيحتاجوا للمساعدة، وعشان كده جه الوقت اللي تتبرعوا فيه للملجأ. ولحد ما أشوفكوا تاني، اتأكدوا من تقييم الائتمان بتاعكم سنويا، عشان ليكوا تقدير واحد مجاني كل سنة. سلام. فين روكسون؟ المجتمع السري؟ الموضوع كبير، فهمني؟ 17 سنة، انت مرهق وبطل خارق. خف بقى على نفسك شوية. لسه بتلعب مزيكا؟ مش قوي بعد ما دخلت السكة دي. وازن بين الشغل وحياتك، دي أهم حاجة. خد ده مشروع صغير بدأته أنا وباباك زمان، ميكس أغاني. الألحان كانت جاهزة وكل حاجة. إزاي عمري ما سمعت عنه؟ ما خلصناهوش. كنا بنلف في الشارع بنسجل الأصوات، كنا عايزين المدينة تبقى مصدرنا. لكن باباك اتشغل في الماجستير، وبعديها الأحوال بينا ساءت. تقدر تكمل بعدنا، وده كمان هيفصلك عن الشغل. أيوة تمام. عامل إيه؟ شغالها وأنا هشرح لك. أنا شغلت هولوجرام عشان يساعدك. افحص المصدر. هولوجرام ها؟ أنت بتسرق حركاتي؟ دي حركتي من قبل ما تتولد أنت حتى يا ابني. تمام، ما تفكرش في فين. ركز على الأصوات وصفي دماغك. افتح الهولوجرام هيفتح لك الملفات اللي على الفلاشة. هيساعدك تعرف الصوت اللي بتدور عليه. دلوقتي جرب تدور على الصوت الأصلي وهات عينة واضحة. حاول تقرب شوية بس. شاطر، دي المسافة المظبوطة. بس ده مش مناسب، كمل. لازم تبعد شوية عشان ما يبقاش فيه تشويش.
ايوه كده، ايوه 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 هو ده. باقي الاصوات اللي انت محتاجها منتشره حوالين البلد. سبت لك كام رساله برضو عشان تساعدك توصل احسن لكل مكان. حلو. مش دلوقتي. حاجة عجبتك؟ أيوة، ديناميكيات مميزة. شايف؟ الراجل العجوز لسه ذوقه حلو. أنا كمان لازم أصفي دماغي. أنا هتصرف مع فين، لازم أقابلها وحاول إني أتكلم معاها شخصياً؟ فين؟ كنيسة ترينيتي، بكرة بالليل. مهتم ليه؟ عشان انت هدف مطلوب وواضح وضوح الشمس. مش لازم تحميني. لا لازم. عارف انت قلتلي انكم ما خلصتوش الشريط عشان الدنيا باظت بينك انت وبابا، بس ايه اللي حصل فعلا بينكم؟ الموضوع معقد. كنا شبه بعض قوي ومختلفين. خلص الأغاني وهات العينات دي كلها وهتسمع القصة كلها، أوعدك. عمي شكراً. كنيسة ترينيتي، افتكر تنكر ارملكم، سيبوا الولد في حاله. كنت فعلا تعبان كده، استريحت. تمام، انا هكلم فين اول ما ابقى مستعد. مبسوط ان معداتي لسه عايشه. واهلا بيكم في داني كاست، والنهارده مناظرتنا معاه. هي دي المقدمه بتاعتك؟ مملة. احنا بنسمي الاسلوب ده في الشغل سرد الخبر الممل في البدايه. اسمحي لي اسالك على حاجه يا داني، هل فكرتي قبل كده في اللي بتحرضي عليه وفي مدى نزاهتك الصحافيه؟ انا لسه اكتر من مره. لأن حملتك ضد روكسون محيرة جدا بالنسبة لصحافي حقيقي زيي. المفروض تهاجمي الطفل، مكافح الجريمة، الخارج عن القانون، واللي بيعمل مشاكل في الأرض. إيه؟ أنت بتحاول كل حاجة بيعملها سبايدر مان لعمل. هنوريكم الويل يا أغبية المجتمع السري. أكيد هتكفي. اللي بيستهدفوا أعمال هارلم التجارية
احتمال يبقى هما اللي سرقوا محل تيو. يا سبايدر مان، أنا كالب، مبسوط إني شفتك. شفت لوحتك عند تيو. أوه، دي بتاعت سبايدر مان التاني، بس أنا هنا للمساعدة. كل المشاريع اللي في الحي اتسرقت خلال الكم أسبوع اللي فاتوا، منتجات ورقية ومستلزمات ومطهرات، ومشاريعنا صغيرة ما تتحملش الخسائر دي. هل بلغت؟ طبعاً، بس مفيش حد بيتصرف جد. كميلة مديرة المطعم اللي جنبنا قررت تشوف بنفسها، وراحت مركز الشحن اللي بيزودنا بالبضاعة. هقابلها واشوف لو اقدر اتصرف. شكرا يا سبايدر مان، كويس ان في حد بيحمينا. بقول لك يا جانكي، انا ببص على شويه عمليات سرقه في محلات هارلم. كلين كاتس بتاع كيلوب وبانا فويرتي. انا بحب بانا فويرتي. جربت الفطير بتاعهم؟ ما بعرفش اكل غير لما اعمل حاجه بطوليه، حاجه كده زي الاصول. ايوه طبعا. طيب ايه الخطه؟ ندور على المخزون المسروق ونعرف مين عمل كده، ونشوف لو دول نفس الناس اللي سرقوا محل تيو فيست الشمالي. حلو الكلام ده. أنا مسؤول عن التكنولوجيا والخريطة وإني ألاقي حلول للمشاكل. ده مركز الشحن اللي بيمد حي كيلو. شرطة؟ ايه اللي بيحصل؟ في واحدة اتخطفت في شنطة عربية بعد ما اتكلمت مع مسجلين. نعرف مين؟ حسب تصوير أوسكار، كاميلا فاسكيز صاحبة بانا فويرتي في هارلم. لا مش ممكن، دول خطفوا كاميلا. هحاول ألاقيها، بس الشرطة مش هتخلينا ندخل. ممكن لو بصيت على أدلة. لازم تتحركي من هنا. أكيد كاميلا كانت بتقاوم. لازم أعرف خدوها على فين. تذكرة جراج تشاينا تاون. تمام، بس فين في الحي الصيني؟ ما شفتش سبايدر مان التاني من فترة. يمكن اعتزل وساب نيويورك في ايد عيل صغير. ما هو ده معنى الاعتزال يا زكي. سادد السكة. اقدر دلوقتي ابص بس على الاشياء. اشتغل اوفر تايم كتير، عدد الشغالين بيبقى اقل من الاعتاد. لازم حد يتطور. الجاكيت من ديفيد لاصلاح السيارات، وقع من حد وهو ماشي. بقول لك، تعرف محل ديفيد لاصلاح السيارات فين؟ في 12 منها في مانهاتن. في الحي الصيني. ايوه هبعت لك العنوان.
تشاينا تاون، ست بنفس وصفة ضحية اتشافت هناك. يلا يا سبايدر مان، مفيش أدلة على مخزوننا؟ أيوة، الرجالة اللي سرقوه تقريباً أخدوا كميلة معاهم، خطفوها. إيه؟ متأكد؟ متأكد، أنا في طريقي عشان أساعدها. كويس إنك جيت دلوقتي يا سبايدر مان، شكراً. امشي من وشي بقى. الشرطة كله يتحرك. لا لا لا، سيبوا كميلة تمشي. هو اللي انا شايفه ده بجد؟ كميلة في العربية دي؟ ايوة، دي بتجري باقصى سرعة في شوارع منهاتن، ممكن تعمل حادثة. ايوة مش ممكن. كوني بخير يا كميلة. دول بيهربوا، لازم ألحقهم. كوني كويسة يا كميلة. يلا يلا. تمسكي يا كميلة. كميلة انت كويسة جوه؟ الحقنا أرجوك. سبايدر مان، أنا ما توقعتش إنك، بس الناس دي. الموضوع انتهى، أنت في أمان. دول الناس دي متأجرة عشان يسرقوا مخزننا ويبوظوا لنا شغلنا. هم عند المينا في شارع FDR قرب الجسر. هرجع لكم حاجتكم. محتاجة مساعدة تروحي البيت؟ لا لا، أنا هطلب تاكسي. شكرا، أنت أنقذتني. جانكي، كميلة بخير. مسكت الرجالة دول وهما بيسرقوا المخزن، قالت إن حد محرضهم. بخصوص ده أنا دورت، في حد مش معروف قدم طلب لاستخدام مجال طاقة معروف، واعتبار منطقة كميلة وكيلب غير صالحة. أكيد الراجل اللي بيشغل المجرمين لصالحه عشان يستقر هنا. أكيد، أنا قدمت طلب مضاد بطالب فيه بالتحقيق مع أياً كان الشخص اللي بيحاول يشتري الأرض. أنت عبقري يا عم، أنا رايح ناحية أرصفة المينا عشان أرجع المؤن، هكلمك بعدين. صناديق، صناديق، صناديق تاني. هما خبوا البضاعة فين؟ أكيد دول عارفين، لو سمعتهم هعرف أنه صندوق أفتح. تفتكر ممكن يبني إيه على الأرض؟ يمكن شقق، مساحات مكتبية. أنت هتبيع ممنوعات؟ غالباً، طريقة هايلة عشان نعمل فلوس. الكلام ده مش عندي في منطقتي.
أظن ده أحسن من شغلانة البيع. أنت سمعت إن الزعيم عاوز يقفل فيست؟ لا خلاص، سبايدر مان الجديد فتحه تاني. أوف، مغفل. اللي بيعترض طارينا بيموت على طول. الناس دول مالهمش لازمة، هتصنط في مكان تاني. لازم أروح في لوريدا ولا حاجة. تقعد في المدرسة. سمعهم من الصندوق. قول لي انت بتخطط لايه؟ مقصات حلاقين؟ حوامل مناديل؟ هرميها. ابتدي لو عاوز. صندوق اخضر وعليه نجمه بيضة. تمام. دلوقتي اقدر اخلص على الرجاله دول. النظام ده يخلص على خير دي. هو اختفى؟ اهو هناك. هتموتي على الكابور. مش هيقدر علينا كلنا. دي نهايتك يا سبايدر مان. خد دي. مش هتخلص مني بسهولة. مش وحش. قولي بقى. مش هتعدي مني بالكامل. هارلم واحد والراجل المعتوه اللي شغال لصالح الزعيم صفر. لازم الاقي البضاعة دلوقتي. صندوق اخضر، نجمة بيضة. هثبت الترمي. دلوقتي هخرج البضاعة من الصندوق. سبايدر مان اهو. اسكو بجد ناس اكتر. انت انتهيت. ده في زعيم كل ده اسمه قذفان صواريخ. ده بيتكلم بجد. تعالى هنا. أنا مش هخليكوا تخربوا أعمال دي ديرها ناس محترمة. مش ممكن نخليه ينتصر. ليه حد يقفل محل حلاقة؟ دي أماكن أساسية. اخترت اليوم الغلط للعب معانا. أنا مستعد فعلا عشان أخرجكم من هارلم. لا مش هخرجكم. حاسس بيها. هو ده كل المؤن المسروق. كيلب، لقيت البضاعة. هات كام عربية عند رصيف المينا وهساعدك ترجعها. كنا قربنا نعلن إفلاسنا ونقفل شغلنا للأبد، وبسببك رجعنا نشتغل. شكراً ليك، بجد شكراً جداً. لو احتجت تقص شعرك تعالالي.
ببلاش. هينفع ازاي وانا لابس قناع؟ شفت حاجات اغرب. انت محتاج تاكل كويس عشان تكبر كده. تعالى بانافورتي اي وقت وهنعمل لك الاكل اللي تحبه. ماشي؟ ممتن ليكم انتوا الاثنين. كل اللي في الحي بيشكرك، انت خدمتنا كلنا يا سبايدر مان. بقول لك انا كنت بتكلم مع فنانه محليه اسمها هيلي، عندها دليل جديد عن مكان التخطيط لعمليه الشخص السيء اللي بيقضي على هارلم. ممتاز، الاقيها فين؟ هي مشغوله جدا بتساعد في تنظيم موكب الملك، بس انا هكتب على التطبيق اول ما تبقى فاضيه. انت قابلتها قبل المسيره فاكر؟ فنانه في الشارع وبتستخدم لغه الاشاره. ايوه دي شاطره، هستنى كلامك. ماشي سلام. يشرفني النهارده ان ارحب برئيس قسم البحث والتطوير لطاقه روكسون سايمون كريجر. السيد كريجر، الفتره اللي فاتت كنت بتروج لفوائد مفاعلات النيو فورم بتاعك، واللي المفروض يكون اول واحد منها في هارلم قريب، ومع ذلك لسه في انتقادات حواليك. طيب يا جونا، خليني اقول لك قد ايه شرفني ويسعدني اني في برنامجك. تمام، احرجتني. وايوه انت صح، احنا بنواجه مقاومه، وخصوصا من ريو موراليس، اللي واضح انها عاوزه تبقى عضو جديد في مجلس المدينه في الانتخابات الخاصه اللي جايه. وانا بحترم السيده موراليس جدا، هي ذكيه وقدوه هائله للشابات، بس اظن انها موجهه طاقتها للمكان الغلط. مفاعلات النيو فورم بتاعتنا هتخلي المدينه احسن، وهتبقى وطن احسن لسكان. تمام، هكلم فين دلوقتي؟ استهدفوا سبايدر مان، عاوزينه حي. حي، ما عندكوش حاجة أحسن تعملوها؟ روكسون زيرو وسبايدر مان ما بقيتش بعد. تمام، هكلم فين؟ اتمنى ترد. اهلا سبايدر مان. فين؟ اهلا، محتاجين نتكلم، لازم نتقابل. ايه هتكذب عليا تاني؟ لا، عشان اصلح الموقف. ارجوكي قابليني في كنيسة ترينيتي، مفيش كذب تاني اوعدك. انت لو بتلعب بيا تمام، هشوفك هناك. على الاقل عايزه تشوفني. تمام، كنيسة ترينيتي، يلا بينا. اللي جدد ايه اللي